النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون يبدو أنه كلما ازدادت الدنيا سعة ومرونة في وسائل العيش كلما ازداد قلب الإنسان ضيقا وكلما ازدادت نفس الإنسان اضطرابا، ويبدو أنه بقدر ما تتيسر وسائل الحياة والمعيشة وبقدر ما تكثر الأموال في أيدي الناس وبقدر ما تتحسن أدوات العيش بقدر ما يزداد الإنسان اكتئابا وبقدر ما يزداد الإنسان ضيقا وحرجا، حتى قال الله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس. أو كما بيّن الله عز وجل في النفس البشرية، لأن هذه النفس الإنسانية لطيفة ربانية، أن يحقق الإنسان لها السعادة أو الشقاء يكذب عليكم من يظن أن بمقدوره ذلك. إن النفس البشرية لا تطمئن ولا تهدأ إلا إذا أراد الله عز وجل لها ذلك، لأن الله هو خالق الإنسان وهو خالق النفس البشرية وهو خالق الحياة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هنالك نفس هذا شأنها، وهنالك نفس أخرى تجدها تتعب وتشقى وتمتلك ما تملك من مباهج الحياة، ومع ذلك تجد الإنسان كما بيّن الله عز وجل في سورة الأنعام ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. العلماء يتحدثون عن أن الإنسان بقدر ما يرتفع من على وجه الأرض بقدر ما يخف الهواء وبقدر ما يصعب على الإنسان أن يتنفس. الله عز وجل ضرب هذا المثال للإنسان عندما يعيش بعيدا عن الله، عندما يعيش بعيدا عن المنهج فإنه يعيش حياة صعبة، يتنفس الصعداء كما يقال، ولكن بعد عسر وبعد مشقة وعنت فهو يعيش في حرج وفي ضيق كذلك الذي يصعد في السماء. السعادة أيها الإخوة هي التي أريد الحديث عنها. كيف نحصل هذه السعادة؟ الناس يخطئون عندما يظنون أن هنالك بابا واحدا تطرق منه باب السعادة وهو المال. هذا هو ظن الكثيرين. يأتيك شباب الآن يتساءلون: كيف يمكنني أو هل يمكنني أن أحصل على وظيفة ولو بالتدخلات؟ هل يمكنني أن أحصل على عمل ولو بدفع المال؟ هل يمكنني أن أحصل على عمل من أجل أن أفعل وأفعل وأفعل؟ والذي يخفيه هذا السائل هو أنه يعتقد في قرارة نفسه، ولعله في ذلك جازم، يعتقد أن السعادة تحصل عندما يأتيه أول راتب، عندما يأتيه أول دخل شهري، وخاصة إذا كان بقيمة جيدة فإنه يعتقد أنه بذلك سيكون أسعد الناس. لكنه في النتيجة بعد ذلك تحاسبه نفسه: هل حصلت على هذا المنصب بطريق مشروع أو بطريق غير مشروع؟ فإذا به يدخل في دوامة من التساؤلات، ثم يحيا ضميره في يوم من الأيام
فيقول تقول له نفسه إن هذا المرتب الذي تأخذه فيه شك، أو على أقل تقدير إن لم تقل له إنه حرام مطلق لأنك أخذت حق غيرك، ثم بعد ذلك يعيش في أزمات وفي هموم وغموم لا أول لها ولا آخر. لذلك واهم من يظن أن المال وحده يمكن أن يحقق السعادة. إن هذا الوهم كان عند أناس سبقوا، فرعون كان عنده وهم في أن السعادة يمكن أن تتحقق من خلال السلطة، فوصل إلى أعلى منصب في مصر، وقبل أن يصل إلى هذه الحالة التي كان عليها من الفرعنة مارس الاستبداد ومارس الطغيان ومارس التقتيل الشديد ما أشبه اليوم بالبارحة. كم قتل الفرعون الماضي من المصريين قبل أن يستتب له الأمر؟ وما استتب، لم يستتب الأمر ولن يستتب الأمر لظالم مهما بلغت قواه ومهما بلغ ظلمه ومهما بلغ طغيانه. الشاعر العربي القديم صور هذا المعنى فقال: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل. الفرعون الأول مارس كل أنواع الاستبداد والظلم حتى كان يقول للناس: لا تفكروا في عقولكم إلا بما أفكر به أنا، فما أراه أنا هو الصواب ولا أحد يمكنه أن يفكر. عجيب أن يعيش الجمهور أو أن تعيش الأمة بفكر شخص تافه. لذلك قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أصدر أمره بقتل كل ذكور بني إسرائيل، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، لكن هل حقق له السعادة؟ هل حقق له الطمأنينة والاستقرار؟ لأن السعادة ليست هي المتعة في المآكل والمشارب. رب إنسان يسكن قصرا فخما ويدخل عليه العمال صباحا ومساء بأشهى المآكل والمشارب والشهوات، ولكنه في داخله يعيش قلقا واضطرابا كبيرا. وكم تقرؤون في تاريخ البشرية، اقرأوا تاريخ العظماء والزعماء، ليس العظماء بالمعنى الإيجابي، وإنما المقصود الزعماء السياسيون، هذا هتلر وهذا من العرب ومن العجم، أناس كثيرون. اقرأوا ترون المظاهر لكنها خداعة، يبدو لك في الظاهر في قمة السعادة ولكنه في الحقيقة عندما يخلو بنفسه يرى نفسه أحقر الناس، ويرى نفسه أشد الناس تعاسة وأقلهم راحة وطمأنينة، حتى إنه لا يرى أحد الناس في الشارع وهو إنسان فقير، ربما يشتغل ببضعة دراهم لكنه يشتري به بها قوتة حلالا طيبا فيستمتع به مع أسرته، فإذا به يبيت ليله فرحا مسرورا ضاحكا مستبشرا، بينما الآخر يعيش في قمة الترف وفي قمة الشهوة المحرمة، ومع ذلك تجده يعاني اضطرابا كبيرا. هذا الاضطراب كان يعبر عنه الفرعون الأول أيضا، فكل يوم يعبر بتعبير، قتل من الناس ما قتل وشرد ما شرد وفعل ما فعل، بل وصل به الأمر إلى أن جمع الملأ من حوله فقال: يا أيها الملأ. انظروا إلى الاستبداد، عندما يصل الإنسان إلى قمة الغرور فيجمع الملأ من حوله، والملأ ليسوا عامة الناس، الملأ هم علية القوم المسؤولون والعظماء، لكنهم فارغون أيضا، لم يكن منهم من يأخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن كلمة الحق أمام الجائر، لم يتحدث أو لم يفهم هؤلاء ذلك. ولذلك جمعهم فرعون وقال لهم بكل بساطة، لأنه يعرف العقليات التي حوله، يعرف طريقة تكوينه لهؤلاء وطريقة اختياره لهؤلاء المحيطين به، فقال: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري، أي ما يبدو لي في هذا الكون كله ليس فيه إله وإنما أنا الإله. فحشر فنادى
فقال أنا ربكم الأعلى. لكن هل حصلت له السعادة بالمعنى الحقيقي؟ إن السعيد هو الذي يفرح كثيرا وأخيرا. قالوا قديما يفرح كثيرا من يفرح أخيرا، من كانت له النهاية الجيدة المشرقة. وقديما أيضا قالوا من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. ومعظم الذين كانت لهم البدايات مشرقة وكانت لهم البدايات سهلة يسيرة تكون نهاياتهم صعبة عسيرة، لأن هذه سنة الله في الحياة. سنة الله في الحياة أن يبتلي الناس. أنت إذا أردت أن تكون سعيدا في الحياة ليس معنى ذلك أن تعيش دون ابتلاء، ليس معنى ذلك أن تعيش دون اختبار ودون امتحان، وإنما معنى ذلك أنك تعيش نوعا من الاستقرار ونوعا من الطمأنينة ونوعا من الانسجام مع النفس ومع الحياة من حولك. هذه هي السعادة، أن يعيش الإنسان طمأنينة نفسية داخلية، وأن يعرف كيف يعيش مع المجتمع من حوله. هنا يكون الإنسان قد حقق السعادة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. عندما جاء قارون وقد كان من ملأ موسى، قارون هذا كان صاحب الثروة والمال والذي يمول حملات الفرعون، فهذا يدفع المال وهذا يدفع القرار، وهامان الوزير ينفذ. هكذا تحدث القرآن عن هذا المثلث الخطير جدا. فإذا بقارون يظن أن السعادة تتحقق بقدر ما يجمع من المال. كم من أناس في هذه الحياة ظنوا هذا الظن السيء، فصاروا يذهبون في الأرض يجمعون من المال. أنا لا أتحدث عن ضرورة الزهد في كل الحياة، فرق كبير بين هذا وذاك. اجتهد عندما تتحدث مع الفقراء أو تتحدث مع العاطلين أو تتحدث مع الشباب في بداية الأعمار، فلا بد أن نشجعهم على العمل وأن نشجعهم على الكسب وأن نشجعهم على محاولة الإثراء بقدر المستطاع، لأن المال قوام الحياة. ولكن فرق بين هذا الخطاب وبين الوضع الآخر الذي يحكيه القرآن الكريم عن قارون الذي رأى أن السعادة كل السعادة في جمع المال وفي الثراء الفاحش بالحلال أو بالحرام لا يهم. فجمع من الأموال كما ذكر القرآن الكريم عنه ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فأرشده الناس، وجهه الموجهون، يا قارون اتق الله، يا قارون تصدق بشيء من مالك، يا قارون اتق الله في مالك لا تأخذه من حرام. فإذا به يقول كلمته الشهيرة، قال إنما أوتيته على علم عندي. لكن هل حقق له السعادة؟ ما تحققت له أبدا، لم تتحقق. إنما تتحقق السعادة من خلال ارتباط الإنسان بخالقه. لن تتحقق السعادة الكاملة الدنيوية في أفضل صورها إلا عندما يرتبط الإنسان بالخالق سبحانه. لذلك قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن هذه القلوب لا يمكنها أن تطمئن بأكل أو شرب. القلب لا يطمئن بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، وإنما يرتاح القلب عندما يشعر بأن الله عز وجل قد أكرمه بذلك وقد وهبه تلك الطمأنينة وتلك الراحة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تشتد عليه الأمور وتكثر عليه الهموم ويكثر من حوله تكثر الأشياء، كان يقول لبلال رضي الله عنه وأرضاه أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها، أقم الصلاة، أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها. فكان يشعر براحته وبطمأنينته وبسعادته بالإقبال على الله. لأن هذه النفس البشرية أيها الإخوة، أنا أقول هذا لأن الأمراض النفسية والأدواء العصبية كثرت في زمان الناس هذا، وصار الناس يبحثون عن العلاج، هذا يبحث عن طبيب نفسي
وهذا يبحث عن معالج عصبي، وهذا يبحث عن راق قرآني، وهذا يبحث عن مشعوذ أو دجال، وهذا يقصد ضريحا أو يقصد شيئا من هذه الأشياء، فتسع الخرق على الراقع كما يقال، بينما الأمة محتاجة فقط إلى أن تتصالح مع الله، محتاجة إلى أن تعود إلى ربها. وعندما تعود الأمة إلى ربها فلا يعني ذلك أنها لا تمتحن، لا يعني ذلك أن المؤمنين لا يمرضون أو أن المؤمنين لا ييأسون أو لا يكتئبون، قد لا ييأسون، نعم مطلوب منهم أن لا ييأسوا، ولكنهم يقع لهم ما يقع لسائر الناس من باب الابتلاء. وقد قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقف الإنسان اليوم أمام التلفاز فيشاهد الأخبار، فإذا به يرى كل يوم ما ينغص عليه حياته، ويرى ما تشمئز منه نفسه وما تدمع منه عينه دما بدل الدمع، فينظر إلى هذا الواقع فيقول لماذا، لكنه يدرك الجواب عندما يرى نتائج الامتحانات. إن الحياة بطبعها تحتاج إلى امتحانات، لولا الامتحان في آخر السنة ما عرفنا المتفوق من المتخاذل الكسول. هكذا شأن الله عز وجل مع الخلق، يقيم امتحانات واختبارات من أجل أن يتميز الناس ومن أجل أن تظهر معادن الناس قبل هذه الأزمات التي يعاني منها المسلمون اليوم. قبل 5 سنوات أو 4 سنوات في 2010 فقط في بدايتها كان الناس يظهر لهم أن الجميع في بلاد المسلمين على قلب رجل واحد تقريبا. نعم هنالك اختلافات كانت في الأحزاب والحركات وهذه الأشياء، ولكن هل كان أحد يعتقد أن الوضع سيصل إلى درجة يخرج فيها من يدعو إلى قتل أخيه المسلم؟ هل كان الواحد منا يعتقد أن المسلم سيفرح بمقتل أخيه المسلم وأنه سيشهر السلاح في وجهه وأنه سيصعد بالطائرة ليدمر وأنه سيستعمل الغازات السامة من أجل قتل أبناء الأمة؟ ما كان أحد يتوقع أن يحصل هذا، ما فعله إنسان تقريبا على وجه الأرض إلا فردا أو فردين. لكن هذه الابتلاءات تظهر لك معادن الناس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الامتحان، لابد من الاختبار. والله عز وجل في سورة البقرة بيّن أن حكمته اقتضت أنه لابد من هذه الامتحانات، سواء أعجبت الناس أو لم تعجبهم، لابد من الامتحان من أجل أن يتمايز الناس، لأنه في حالة الرخاء لا تظهر معادن الرجال، إنما تعرف صديقك الحقيقي عندما تكون في الأزمة. إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. الصديق عند الضيق كما يقولون، ومعادن الرجال إنما تظهر عند الامتحان. والعرب تسمي كلمة الفتنة، كلمة فتنة أصلها من فتن الذهب، يقال فتنت الذهب فيوضع الذهب فوق النار من أجل أن يظهر إن كان فيه معدن خسيس فيذوب بالحرارة في النار، والذهب الخالص النقي يبقى هو الذي يستمر في البقاء. لذلك جرت سنة الله في الخلق أن يبتليهم، فقال سبحانه ولنبلونكم بالتوكيد، نون التوكيد المثقلة، واللام أيضا بعض النحاة يسميها لام القسم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أقول لك هذا حتى لا تظن أنك وحدك المبتلى، لأن البعض أو الكل في الحقيقة، كل فرد منا يعيش في زاوية من الزوايا فيظن أنه وحده المصاب وأنه وحده المبتلى وأن همه أكثر من كل البشرية. كل واحد يظن أن مشكلته إذا كانت له مشكلة في صحته يظن أنه أتعس الناس على الإطلاق،
وإذا كان له مشكل مادي، أزمة مالية، يظن أنه أتعس الناس على الإطلاق. وإذا أصيب في أولاده بشيء يظن أنه أتعس الناس على الإطلاق. وإذا أصيب في أي شيء، المصيبة التي لا يقدر الناس لا يقدرها الناس حق قدرها هي الابتلاء في الدين، وهو أخطر الابتلاءات. أخطر ابتلاء هو عندما يبتلى الإنسان في دينه، عندما يضعف تدينه، عندما تذوب علاقتك مع الله، عندما ينقطع حبل اتصالك مع الخالق. فاعلم أن هذه أسوأ بلية أصبت بها، أسوأ من أن لو فقدت الصحة أو لو فقدت الولد أو لو فقدت الدنيا كلها. لو فاتك الله عز وجل فقد فاتك كل شيء، ولو صحت علاقتك مع الله عز وجل فقد صح لك كل شيء. حتى روي عن رابعة العدوية أنها كانت تقول: إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، كل الذي فوق التراب تراب. لذلك لا تظنن أنك وحدك المبتلى في هذه الحياة، فالحياة كلها إنما خلقت فيها من أجل الابتلاء. وإن شئت الدليل على ذلك فاقرأ قول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من يكون الأحسن في العمل؟ من يكون الأفضل؟ هذا مجال للتنافس. تقول: وكيف تتحقق السعادة مع الابتلاء؟ أقول لك: نعم، يمكن أن تتحقق السعادة مع الابتلاء، إذا أدركت أن الابتلاء أمر يعم جميع البشر، ليس على وجه الكرة الأرضية أحد يمكن أن تسأله فيجد نفسه 100% في كل شيء، مستحيل، لأن الله عز وجل أراد للخلق ذلك، فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فمن أجل أن يفتقر البشر إلى الله لابد أن يختبروا في شيء. ومن لطف الله أنه قال: ولنبلونكم بشيء، أي شيء من بعض الأشياء. وغالبا ما لا تجتمع الأدواء كلها على شخص واحد، لكن لا تجتمع المسرات كلها لشخص واحد، وإنما كل شخص فيه شيء يعاني منه، من أجل أن يقول يا رب، من أجل أن لا يغتر، لأن الناس اغتروا دون ابتلاء، فكيف لا يغترون إذا اغتروا مع الابتلاء، فكيف لا يغترون إذا سلموا من الابتلاء. لذلك تستطيع أنت أن تكون سعيدا مع الابتلاء عندما تدرك أن الابتلاء سنة في الكون، وأن السعادة تتحقق بالرضا بما قدر الله عز وجل وقضى. وهنا حقيقة الإيمان، هنا فائدة الإيمان. إن إنسانا عاديا يصاب بأزمة، الناس أصيبوا في بعض المناطق بانتكاسة مالية، عندما سقطت الأسواق المالية وانهارت البورصات، فبعض الناس لم يتمالكوا أعصابهم، فإذا بهم إما سقطوا بجلطة دماغية أو بأزمة نفسية أو وضعوا حدا لحياتهم بانتحار. لكن الإنسان المؤمن يرى أنه يجتهد ويحاول أن يتجنب المخاطر، لكن عندما تحاول ويقع المحذور فآنئذ يأتي دور الإيمان مسكنا، فيأتي دور الإيمان بقضاء الله وقدره. أليس من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ فعندما تأتي هذه الحالة الإيمانية تجد الإنسان يعبر بتعبير يلطف عليه الأجواء. نعم، قد تكون المصيبة كبيرة. إن الخنساء عاشت في الجاهلية، قتل أخوها صخر، أخوها قتل في معركة من المعارك، فأقامت الدنيا ولم تقعدها عشرات السنين. وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار، ونظمت فيه من الشعر ما يعصر جمعه. وعندما أكرمت بالإسلام اعتنقت الإسلام، وفي معركة من المعارك الإسلامية في القادسية أخرجت أبناءها، وكان لها 4 من الأبناء، فخرجوا إلى أرض المعركة، وهي التي أوصتهم بالخروج، وهي التي أوصتهم بعدم التراجع، قالت لهم: حذار من أن تتراجعوا، دافعوا وقاتلوا مقبلين غير مدبرين. ولديها خطبة في وصية أولادها،
فإذا بانتهاء المعركة يسفر عن مقتلهم جميعا، لكنها عندما سمعت بالخبر ما زادت على أن دعت لهم بالرحمة والمغفرة وقالت: وأرجو الله أن يجمعني بهم في جنات النعيم. انظروا إلى الإيمان، الإيمان هو الذي يجعلك تتعامل بلطف مع الأزمات مع المصائب. ليست هنالك حياة دون أزمات، ليست هنالك حياة دون منغصات، ليست هنالك حياة دون مشكلات. إما أن يكون لك مشكل في صحتك، أو أن يكون لك مشكل في أولادك أو في زوجتك أو في زوجك أيتها المرأة، أو في جيرانك أو في عملك أو في مالك، لا يمكن أن تصفو الحياة تماما. ومن ذا الذي تصفو الحياة له تماما؟ لا يمكن. إذن فالقضية السعادة هي أن نعرف كيف نتعامل مع هذه الأزمات، هي أن نحاول قدر المستطاع أن نعالج ما يمكن معالجته، ثم بعد ذلك أن نحقق الرضا، وقبل ذلك أن نحقق الرضا بما قدر الله عز وجل وقضى، فآنئذ يسهل عليك المصاب. وقد جاءت إحداهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كل مصاب بعدك جلل يا رسول الله. هكذا يتعامل المؤمن مع الأزمات، وخاصة أنها حق وأنها لا يمكن أن يخلو منها أحد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. عندي وقفة أخيرة مع هذه الآية الكريمة. لاحظوا هذه الابتلاءات والترتيب القرآني لها: ولنبلونكم، أي بالتأكيد، بشيء، أي ليس ابتلاء كامل وإنما جزئي، بشيء من الخوف والجوع. لماذا قدم الله عز وجل الخوف على الجوع؟ لأن كثيرا من الناس لا يدركون نعمة الأمن، لا يدركون نعمة الاستقرار، لا يدركون نعمة الطمأنينة التي يشعرون بها. إذا كنت أيها المؤمن تخرج من بيتك وتذهب إلى مسجدك فتؤدي صلاة الجمعة والجماعة مع أي إمام ترغب في السماع له، وتذهب بعد ذلك إلى متجرك أو تذهب إلى جامعتك أو مدرستك أو تذهب إلى محل عملك، ثم تعود ليلا إلى بيتك، ثم تأكل ما قسم الله عز وجل لك، فاعلم أنك تعيش السعادة الكاملة. إياكم ثم إياكم أن تحتقروا نعم الله عليكم، لأن أناسا احتقروا نعم الله فابتلاهم الله بأضدادها. ولا يعرف الإنسان قيمة النعمة إلا إذا هو فقدها. إن الناس في بلاد أخرى مختلفة كانوا يعيشون على حالات معينة، لا يعني هذا أن الإنسان لا يدعو إلى الإصلاح وإلى التغيير الإيجابي، هذا شيء آخر. المؤمن لا يمل من محاولة الإصلاح، ولكن الواجب أن يعتبر الإنسان بنعم الله عز وجل عليه، لأن هذه الطمأنينة والأمان نعمة إلهية لا يمكن أن يهبها لك أحد. والله عز وجل امتن على قريش فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. انظر كيف يعيش الناس اليوم في كثير من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، يتخطف الناس، التعبير القرآني تماما هو الموجود، ويتخطف. لاحظوا التعبير القرآني، لم يقل حتى ويخطف الناس من حولهم، وإنما قال ويتخطف بالتشديد، أي بالغلظة بالقسوة بالشدة بالوحشية بالرعونة التي يشاهدها الناس في كثير من البلاد البشرية والبلاد الإسلامية وغيرها. لذلك بدأ الله عز وجل بالخوف، لأن الإنسان إذا كان خائفا لا يمكنه أن يسعد بطعام. لو جئت بإنسان وأبقيته 24 ساعة دون طعام، ثم جئت به ووضعت أمامه مائدة فيها أشهى المأكولات، ولكن أمام المأكولات أسدا ضاريا، هل يستطيع أن يقترب؟ هل يستطيع أن يجد متعة في ذلك الأكل؟ لا أبدا، لأن الخوف أخطر من الجوع، ولأن الأمن أفضل من الإطعام. وقد جمع الله عز وجل بينهما فقال: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. أشكروا نعم الله عليكم أيها الإخوة، أشكروا نعم الله عليكم، والله إننا حقيقة
لفي نعم، لفي نعم. ولا تظنوا أن الإنسان لا يقول هذا إلا إذا كان في رصيده الملايين، أو أن مرتبه 10,000 أو أكثر من الدراهم، لا أبدا، ليس الأمر كذلك. لكن يجب أن يعترف المسلم بنعم الله عز وجل عليه، ويجب أن يحاول قدر المستطاع أن يشكر نعم الله عز وجل، لأن عدم شكر النعمة مؤذن بزوالها. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا. عندما تقع الكارثة فقدم ما تشاء، عندما تقع المصيبة فالجوع والخوف أو الخوف والجوع سواء، لكن في حالة الأمان، في حالة الطمأنينة، فإن الإنسان يبحث عن الأمن أولا ثم يبحث عن الرزق ثانيا. فإذا حقق الله عز وجل له ذلك فإن تلك هي المتعة في الحياة، ويتستطيع الإنسان بعد ذلك أن يتغلب على كل العقبات والأزمات بأن يرزقه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا، أو من رزقه الله قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا هذا يحقق السعادة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عندك قوت يوم، الناس عندهم أقوات سنين، ومع ذلك تجدهم في حالة اكتئاب شديدة جدا. آمن في سربك، تخرج وتدخل وأنت تشعر بطمأنينة نسبية على كل حال، فتدخل وتخرج ولا تجد أحدا يعترض سبيلك، آمن في سربك. معافا في بدنك، عافية البدن ليست بالضرورة أن تكون سليم الأعضاء 100%، هذا لا وجود له مطلقا في أرض الواقع، لا وجود له، وإلا فإننا سنغلق كليات الطب والمستشفيات، لا وجود لذلك أبدا. إنما الإنسان يبتلى بشيء ويعالج ويصبر على ذلك ويحاول وهكذا. ثم أخيرا أيها الإخوة، من أهم ما يعينك على الابتلاءات من أجل أن تحقق السعادة مع الابتلاء، هو ألا تنظر إلى من هو أحسن منك حالا في دنياك، لكن في دينك نعم، انظر إلى من هو أحسن حالا منك في دينك، وانظر إلى من هو أسوأ حالا منك في دنياك. عندما تصاب برمض في العين، أي بمرض خفيف في العين يعالج، فانظر إلى الذي فقد نعمة البصر تماما، وحتى إذا فقدت نعمة البصر تماما فانظر إلى من فقد معها نعمة السمع تماما، وإذا فقدت نعمة السمع تماما فانظر إلى من فقد اليدين والرجلين تماما، وإذا فقدتهما تماما فانظر إلى من فقد الحياة تماما. الحياة هكذا تستمر وهكذا تتواصل. وأعتقد أنني أعطيتكم ملخصا من أجل أن تعيشوا وأن تحققوا السعادة لأنفسكم مع ما يبتلي الله عز وجل به الناس، ورب ابتلاء كان في طيه منحة، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أيها الإخوة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس، ومع ذلك كان أشد الناس ابتلاءً. ابتلي صلى الله عليه وسلم في صحته، فكان يعالج أمراضاً عديدة ويزوره الأطباء، وعائشة رضي الله عنها صارت خبيرة في الطب، فسألها ابن أختها: لا أعجب من أدبك يا خالة، ولا من علمك وفقهك، فأنت زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أعجب من معرفتك بالطب. فقالت رضي الله عنها: يا ابن أخت، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الأمراض، وكنت أرى
من يعدون له الدواء فتعلمت ذلك، أو كما قالت رضي الله عنها: كانت لديه مشاكل الدنيا والآخرة، وكان صلى الله عليه وسلم يعاني مع اليهود ومع المشركين ومع الداخل ومع الخارج في كل الأشياء، وهو القائد الأكبر صلى الله عليه وسلم، ولديه مشاكل حتى أسرية داخل البيت لم يتجنبها القرآن الكريم، ذكرها بصريح العبارة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم دائم الابتسام، كانت البسمة لا تغادر فمه، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل أطنانا من الهموم، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعلم الناس التفاؤل، وكان يريد أن يعلم الناس كيف يصنعون، كما قال ديل كارنيجي الأمريكي، وترجمه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه أدعو لقراءته اليوم، خاصة في عصر كثرت فيه الأزمات النفسية والضيق والاكتئاب، اقرأوا كتاب جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، جدد حياتك، أصله لعالم نفس أمريكي، ولكن الشيخ الغزالي رحمه الله ترجمه أسلمه، أي ترجمه إلى الإسلام، وجاء عليه بالأدلة القرآنية والنبوية، ومن بين عناوينه يقول: اجعل من الليمون الحامض شرابا حلوا، أي حتى من الأزمة نستطيع أن نصنع منها شيئا إيجابيا، حتى من الضيق ومن الحالات التي يعيشها الناس نستطيع أن نصنع منها السعادة، لأن السعادة شيء في قلب الإنسان إذا أراده الله عز وجل لك وصل، فاتصل بالله عز وجل واطلب منه ذلك، فلا أحد يمكن أن يحققه أن يحقق لك ذلك غيره سبحانه وتعالى. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أد الدين عن المدينين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تكشف همومنا وهموم المهمومين، نسألك اللهم أن تكشف غم المغمومين، نسألك اللهم أن تطمئن القلوب والنفوس برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع الظلم عن كل المستضعفين يا رب العالمين، في مصر وفي بلاد الشام وفي كل البلاد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمستضعفين وليا ونصيرا وعاصما وأجيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر، اللهم إن الظالمين قد أكثروا في الأرض الفساد، فنسألك اللهم أن تصب عليهم صوت عذاب وأن تجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم كما قلت في الفرعون الأول: سنبقيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فنسألك اللهم أن تجعل من كل الفراعنة في كل زمان ومكان آية، اللهم اجعلهم آية للمعتبرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إحدى الأخوات ترجو منكم الدعاء لها بقضاء الحاجة وشفاء المرض، اللهم اشفها واقض أغراضها واقض أغراض كل المسلمين، واشف جميع المرضى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اجمع اللهم صفوف الأمة الإسلامية على الكتاب والسنة، اجمع صفوفهم في فلسطين حتى يحرروا المسجد الأقصى المبارك وكل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس لما تحبه وترضاه، أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، هيئ له اللهم بطانة صالحة تقود بناصيته وتعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب